لكن كمان يجي إبليس من خلال نقطة الضعف. أيوة. وإبليس يعرف نقط الضعف التي فينا لأن هو متابعنا كويس قوي، وزي ما قلت إن هو ذكي جدا جدا، ويجي من خلال نقطة الضعف يجي مثلا أنت حاسس إن أنت أقل من كل الناس، يجي عند نقطة الشعور بالنقص ويجي يضربك، فتبعد عن الناس وتبعد عن الجسد المسيح وتبعد عن الله. يجي حبايبنا من خلال شهوة الجسد وشهوة العيون، ويجي يحط شهوة جسدانية نجسة في عينينا فيخلي الأمور تبقى مش كويسة. فمثلا لو في واحد في علاقة زوجية غير جيدة، في علاقة زوجية مع زوجته علاقة غير حميمة، يجي إبليس يروح جايب له شهوة نجاسة قدامه فيمشي وراء. إبليس يعرف نقط الضعف. نعم.